اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء هيئة سلامة الغذاء المصرية يعد أفضل وأهم هدايا الرئيس للشعب المصري للعام 2016. وقد شدد سيادته على أهمية وجود هيئة مستقلة لسلامة الغذاء ضمانا لصحة المواطن المصري والحفاظ على جودة الصادرات ورفع قدرتها التنافسية في الخارج. إن صدور قرار بتشكيل الهيئة لا يعد إنجازا كبيرا لحماية المستهلكين في مصر، حتى تكون النسبة الأكبر من المنتجات الغذائية في السوق المصرية مطابقة للمواصفات القياسية والصحية السليمة. هيئة سلامة الغذاء المصرية تعمل على حماية غذاء المصريين، خاصة الموجود في المجازر ونقل اللحوم والمواد الغذائية سريعة التلف ومصانع إنتاج السلع الغذائية في العديد من المحافظات. ستقوم الهيئة على إيجاد معايير تلزم بها كافة المصانع والمجازر مع وجود رقابة مستمرة عليها لضمان سلامة الغذاء والقضاء على أي تقصير في هذا القطاع. والهدف من إنشاء الهيئة هو تحقيق مطالب سلامة الغذاء والرقابة عليه في جميع مراحل تداوله، سواء كانت منتجات محلية أو مستوردة، وكذلك منع الغش والتدليس. واختصاصات هيئة سلامة الغذاء تتضمن وضع معايير سلامة الغذاء لسائر الجهات المعنية في الدولة وفقاً لأسس علمية دقيقة، وكذلك الرقابة على الأغذية المتداولة والمستوردة والمصدرة والتفتيش على أي مكان يتم فيه التداول والرقابة على المخازن والثلاجات ومحال عرض وبيع الأغذية ووسائل نقلها ووقف أي تداول أغذية أو إدخالها للبلاد إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الأدمي، ووضع التدابير لمواجهة حالات الطوارئ وإلزام منتجي ومصنعي الأغذية بتطبيق النظام. زي ما احنا عارفين طبعا موضوع الغذاء موضوع مهم جدا للمواطنين مش بس في مصر، في العالم كله، ان الواحد وهو بياكل في اي مكان لازم يبقى مطمن ان الاكل ده ما فيهوش اي مشاكل، مش فاسد، ما فيهوش اي بكتيريا او حاجه تاثر على الصحه. وللاسف في مصر في اماكن كتير جدا بنروح فيها ونكتشف بعد كده ان يا اما تم اغلاقها يا اما في فساد يا اما بيحصل تسمم لبعض الناس. طب ايه المنظومه دي؟ ازاي تقدر نقدر نراقبها اكتر وبطريقة أفضل، سواء الأكل اللي بينتج في مصر أو اللي بيجيبه من الخارج؟ فهنتكلم في الموضوع ده مع ضيفنا النهاردة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وهي جامعة رائدة في هذا المجال، وهنعرف إزاي جامعة دمنهور قدرت تاخد الريادة في مجال سلامة الغذاء. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ ياسين. أهلا بحضرتك فندم، منورنا. أهلا بك فندم. دكتور، خليني أتكلم مفهوم يعني المنظومة الخاصة بسلامة وجودة الغذاء، هل بيكون ليها شروط معينة أو تعريفات معينة؟ أشكرك الأول، وبشكر فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي فعلا أنه وافق على إنشاء هذا القرار، لأن الحقيقة لو كلمنا عن الغذاء قد إيه بيؤرق الصحة العامة والاقتصاد القومي المصري، حضرتك لو هتكلمها هتكلم بأرقام بليونات الدولارات. يعني حضرتك لما أشوف، واول يمكن حد اتكلم عن الغذاء ورسول الله السلام قال المعده بيت الداء، وفي حديث اخر قال ما ملء ابن ادم وعاء شرب من جوفه. الغرب لما خد الحديث ده واشتغل عليه، لان فعلا 70-80% من الامراض بتنقل عن طريق الغذاء او عن طريق الاكل توصل المعده. طب فاضل 20-30% الباقيين، قال لك لو انا باكل اكل جيد، اكل ما فسدش، الميكروبات ما كلتوش قبل انا ماكله، هقدر ابني مناعه قويه اقاوم ال 20-30% تدخل عن طريق المداخل الاخرى للجسم، اللي هو اذا كان عن طريق الانف او العين او جلد او فتحات المخرج. امريكا خدت الكلام ده واشتغلت عليه، لان الغرب ما بيحبش لغه الارقام، فبدا يشتغلوا على الكلام ده ويشوفوا قد ايه الاكل لو فيه ملوثات او مخاطر سواء فيزيائيه او بيولوجيه او كيميائيه او مسببات حسيه قد ايه بتكلف الاقتصاد والصحه العامه. فسنه 1988 مركز اسمه مركز مكافحه الامراض الامريكي اللي هو CDC سنتر فور ديزيز كنترول اند بريفنشن، وجد ان جمله ما يتكبده الاقتصاد الامريكي سنوي، الرقم اللي هقوله ده سنوي، من 7.5 ل 35 بليون دولار سنوي. ليه بقى؟
لان الانسان اللي بيمرض بينقطع العمل ففقد طاقه انتاجيه، محتاج كشف، محتاج علاج. ممكن ياخد العلاج ويروح يومين ثلاثه في البيت ويصحى، لكن في امراض ثانيه ما يقدرش يروح البيت، لازم يتحجز في المستشفى. فبيحتاج تنوم في المستشفى، عايز سرير، عايز تمريض، عايز علاج. فحسبوها لقى بكلف الرقم ده. طب الدول الناميه بيفهم مصر بتكلف بكام بقى؟ في سنه نفس المركز اللي هو سنتر فور ديزيز كنترول اند بريفنشن، مركز مكافحه الامراض الامريكي، لقى ان جمله ما يتكبده اقتصاد الدول الناميه ومصر من 5 ل6 أضعاف ما يتكبده الاقتصاد الامريكي. فليك انت تتخيل الرقم. هو اقتصاد اضعف كمان. انا بحيي خامة الرئيس السيسي على هذا القرار. القرار اللي فعلا اللي جاء يمكن هو جاء متاخر شويه، لكن بحييه على بحيي فخامته عليه فعلا. خليني اقول لك اكتر بيأثر على الصحه العامه ازاي كمان اكتر من كده. في امريكا اللي هي عندها حاجات، ده الكلام بس كان سنه 88، لكن النهارده هم استخدموا انظمه حديثه جدا هتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله واحنا ماشيين. سنه 88 لقوا ان عدد الاصابه بالفرد بقى 76 مليون سنوي بيمرضوا بامراض التسمم الغذائي. طب بيصح منهم كام بيتحجز في المستشفى؟ بيتحجز منهم في المستشفى 325,000. طب ايه اللي بيجرى لهم 325,000؟ بيطلع منهم 300 بيموت 5,000 سنوي. ده في امريكا. لو قلنا الاطفال على مستوى العالم، امراض الاسهال الناتجه عن التسمم الغذائي من 3 ل 5 بليون طفل سنوي، بيموت منهم كام؟ 1.8 بليون طفل سنوي. فلك رقم يخض طبعا، رقم يخض. ده على مستوى العالم. ده مستوى العالم. خلينا يعني ننتقل للشأن المحلي بقى. ننتقل للشأن المحلي. طبعا كلمه ايه يعني كلمه سلامه غذاء؟ لازم برضو الناس تعرف يعني كلمه سلامه غذاء. لما اكل اكل، لما اتعامل مع الاكل او اكله، لان انا ممكن اروح اشتري اكل اتعدي وانا بشتريه. لو انا مسكت لحمه نيه ممكن يكون فيها مرض يتنقل لي للاسف. يبقى كلمه سلامه الغذاء ان الاكل لو انا اتعاملت معاه او كلته بعد تسويه او على اخره ما يحصلليش اي نتيجه عكسيه على جسمي. نتيجه عكسيه يعني امراض، ما يجيش اي مرض سواء فيروسي او بكتيري او فطري او تسمم كيميائي او على اخره. صحيح. تمام. يبقى ده الاكل الامن السي فود. احنا محتاجين كده؟ اه طبعا محتاجين كده، بس طيب. ده جزء منه كمان سلوكيات يعني. واحد. مش بس في الاكل نبدأ، حتى لما بناكل من اي حد في مطعم او حد في الشارع احنا كلنا متعودين على كده. تلاقي انا بره او في اي حته لما بتسافر بتلاقيهم كلهم لابسين جوانتيات، هنا في المطاعم ما حدش بيلبس. ايوه اشكرك يا استاذ. طيب هنقول بقى مين مسؤول عن سلامه الغذاء؟ ايوه. هل الدوله وحدها؟ خامة الرئيس اصدر القرار. هل الحكومه؟ هل اساتذه جامعات في تخصص سلامه الغذاء؟ هل المصانع؟ هل المنتج؟ هل المستهلك؟ كل دول مسؤولين عن سلامة الغذاء. مشاركة تضامنية، مسؤولة تضامنية. ورقم واحد فيهم هو المستهلك. كنت لسه امبارح بدي ندوة امبارح عن سلامة الغذاء. ليه المستهلك؟ احنا مشكلتنا هنا في مصر يمكن اللي بيروح اللي بيمرض بياكل اكل يمرض من اي مطعم او في فندق او لاخره، ما بقولش انا خدت اكل مكان الفلاني وتعبت. لان ممكن ناخد نروح على المكان ده نشوف ايه الاجراءات الخاطئه، الصحه الخاطئه اللي عنده او في تصنيع او في الاخره، واقول له انت عندك الخطا الفلاني وصححه له. لكن مشكلتنا ان المستهلك بياخد الاكل ويمرض ويروح يكشف وما يقولش انا مرضت منين. المفروض يبلغ. فرقم واحد هنا في سلامه الغذاء هو المستهلك. بس معلش يا دكتور، هو ممكن ما يعني ما تظهرش عليه الاعراض مباشره نتيجه عدم سلامه الغذاء، ممكن الاعراض تظهر بعد كده فبيبقى صعب عليه بعديها بكام يوم يعني. اه ما يقدرش ان هو يعني حالات التسمم هي اللي ممكن مثلا طويل. اه انا اكلت حاجه هي اللي ادت للتسمم، لكن في بعض الاحيان بتنتقل فيروسات زي ما حضرتك تفضلت قلت او بكتيريا واثرها او النشاط بتاعها بيظهر بعد شوية. فتره شويه، لكن تراكميا بقى بيؤدي لامراض مستعصيه. ايوه سلام. رائع. هقول لحضرتك الامراض بسرعه بتنتقل عن طريق الغذاء ازاي بسرعه كده. في امراض حاجات تسمم تحصل بسرعه، في حاجات على بنقسمهم هو ده فود نتيجه الميكروب ذات نفسه ولا سم الميكروب ولا في ميكروبات بتعمل الاثنين. السم الميكروب بيظهر بعد ما اكل الاكل من بعد نص ساعه لخمس ساعات لو ميكروب فرس سم في الاكل قبل ما اكله، لان في ميكروبات بتفرز سم في الاكل زي ميكروب القولون عنقود الذهبي، زي ميكروب كلوسيديوم بتيلينا اللي بيبقى في الحاجات اللي معموله بمعزل الهواء، زي في الفسيخ مثلا في شم النسيم. الميكروب ده بكتير جدا جدا في اسماك. صحيح. في الفسيخ اللي ده بيتعامل معزل الهواء، فالعزل عن الهواء ده بنقول عليها ميكروبات هوائيه فبتفرز السم بتاعها بسرعه. وعلى فكره التسمم البروتيني ده مصنف من ضمن الاسلحه البيولوجيه البيولوجيكال ويبنز. اه طبعا بيولوجيكال ويبنز. ما هو حضرتك سعادتك لو الكميه كبيره بيحصل بيروح، لان ده بيروح نوع من انواع السموم ده بيأثر على الجهاز العصبي المركزي. يعني ايه جهاز عصبي مركزي؟ بيروح يعمل شلل رؤيه مزدوجه في العين
شلل في المنطقه ديت، وبعد كده بدوا الوفاه. لو انت ما نقلتش الانسان ده اللي كان السمك او المعلبات اللي هي معموله بمعزل الهواء، نقلته بسرعه للمستشفى وما خدش 6 جرعات، الجرعه بتعمل لها حوالي 40,000 و50,000 جنيه دلوقتي، بيموت. لان ده بس على جهاز عصب مركزي، فمش سهل. فدي بنسموها عشان كده صنفت كبيولوجيكال روبنز، اسلحه بيولوجيه. في عند ميكروبات تاني بتفرز سموم بس بتاثر على الجهاز الهضمي، زي الاستاف اوريوس، ميكروب مكون عند العنقود الذهبي، تمام، ده بيفرزه في الاكل. بس ده سهل. في ميكروبات تاني تعمل عدوى زي السالمونيلا، زي الايكولاي، ماشي، زي الاستيريا مونوسيتوجينز، ورغم انه قاتل نسبه الوفيات فيه من 20-30% الاستيريا، تمام، بس دي بتاخد وقت، لها كل واحده لها مش اقل من 2-3-4 ايام عشان تظهر اعراض. لكن السم اللي بيتفرز في الاكل بره الاكل ده بيظهر بعد نص ساعه ل 5 ساعات. وده بعرفه حتى اقدر افرقه على المريض ازاي، ان لو انا حطيته على المريض مش هلاقي فيه حراره، اللي هو تسمم بالسم، لكن التاني بيلاقي بقى فيه حراره. تمام، اذا ممكن اعرف، يعني المواطن العادي ممكن يعرف. طيب خلينا نقول هو احنا محتاجين سلامه الغذاء دلوقتي؟ طبعا محتاجينها دلوقتي حالا. ايه بقى الحاجات اللي انا محتاج عشان اطلع اكل امن؟ انا محتاج اتعامل مع الاكل من ساعه ولسه في المزرعه لحد ما يوصل لبقي، من الفار من الفار من الفورك، من المزرعه للشوكه. كل من يتعامل مع الغذاء اللي بيسموها السلسله الغذائيه، تمام، لازم يبقى عارف، يبقى لازم عنده وعي، يتعمل له تثقيف. الفلاح في 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 في, في المزرعه، الدكتور، طبيب البيطري، دكتور بيطري، المهندس الزراعي، كل من يحتك بالاكل في المزرعه لسه في مصدر، لسه وهو لسه اكل خام لسه طالع، لازم عارف ايه هي. في عندنا حاجه اسمها ممارسات بيطريه جيده، وفي عندنا حاجه اسمها ممارسات زراعيه جيده، لازم نتابع هذه الممارسات. ازاي؟ لانه حضرتك بتقول سلسله، فاحنا كمستهلكين مثلا ما عندناش تحكم فيها، احنا ممكن في الجزء الاخير مثلا انا شايف سلوكيات غلط في المطعم اللي انا اروح اكل عنده او في العربيه، يا اما ابلغ يا اما اكلش عنده اصلا عشان ما اضرش نفسي. طيب السلسله دي مين اللي هيراقبها؟ السلسله خطوه خطوه واحنا ماشيين، بس اسمحكم الوقت يتسع وانا هاخدها خطوه خطوه. لا احنا هنحتاجها، لا هنحتاج باختصار شويه. الطبيب البيطري هو بيتعامل مع الحيوان، احنا محتاجين الطبيب البيطري يكون مدرب، طبيب بيطري واعي، والحمد لله دكتور عندنا اطباء بيطريين مدربين على مستوى عالي جدا جدا، بيكتشف، يقدر يكتشف الامراض عشان ما تنزليش في المنتجات بتاعه الحيوان. يعني على سبيل المثال لو عندي سل ونزل في اللبن، لو حيوان ده بيديني 4 كيلو لبن بس، مش هقول لك في عند حيوانات عاليه الادرار تديني لحد 60 كيلو لبن، وما قدرش الطبيب بيطري يكتشفه، وخد ال 4 كيلو اتخلطت مع تانك في المدينه، ال 4 كيلو بتخلط مع تانك 1000 لتر او 1000 كيلو. لو قلنا كل اسره بتاخد بس نص كيلو لبن، الاسره مكونه من اب وام وطفلين، هنقول منظم اسره عامل تحت نسل، يبقى اذا ال 1000 كيلو دول هيديني كام اسره؟ هيدوني ل 2000 اسره. لو قلنا كل اسره فيها اربع افراد، يبقى كام؟ 4000 اسره. دول بيرهقوا الدوله من سنه في سنه، حوالي احنا عملنا عليها احصائيه في 2010 كانت بتكلف الدوله 38 مليون جنيه، ده غير كام فرد بيتعدي. فهذا لازم الطبيب البيطري يكون ملم في الممارسات بتاعته البطارية، يكون عارف ايه الامراض، بيدي علاج. لو بيدي علاج يقول للمستهلك مثلا بيدي بنسلين او تراميسين، يبقى عارف فتره السحب، يقول له ما تاكلش اللبن ده او الجبنه ديت او ما تصنعش منه جبنه الا بعد 4 ايام او 5 ايام على حسب فتره السحب من الجسم بتاع الحيوان. الامراض كلها اللي هي بتتنقل للانسان، احنا عندنا حوالي 250 مرض مشترك بيتنقل من الحيوان للانسان عن طريق منتجاته او المصنع المباشر. احنا نتكلم عن المنتجات، لازم نكون الحيوان ده متعالج كويس من هذه الامراض عشان ما تتنقلش عن طريق اللحوم او الالبان او لحوم الاسماك او الدواجن. طب او احنا عندنا نظم الرقابه الخاصه بالاداء يعني في المزارع، لان احنا كمان عندنا حتى في الارياف بيربوا المشيه في البيت، يعني في مكان، ازاي يكون في نوع من الرقابه والمنظومة المتكاملة زي ما حضرتك تفضلت وقلت، من بداية الزرعة وهي موجودة في الأرض لغاية ما توصل لبيت المستهلك، منظومة الرقابة دي هل في مظلة بتحكمها ولا لسه بتمشي يعني ازاي؟ لا هي دلوقتي مديريه الطب البيطري حضرتك، هو يمكن كان القانون بتاع سلامة الغذاء صح ليه؟ لأنها كان عندنا كذا جهة بتراقب، فاحنا هنوحد الجهة ديت هتراقب كله بقى سلسلة غذائية من أول المزرعة لحد الشكر. ازاي آليات العمل الخاصة بيها تكون ازاي دكتور؟ ده لسه هيتحط لها حاجات طبعا. اولا المفروض كل الجهات المشتركه في هذه هيئه سلامه الغذاء، احنا بنجيب اساتذه الجامعات مثلا في تخصص الطب البيطري عشان الجزء بتاع اللي هو الانتاج الحيواني، اذا كان لحوم او اسماك او دواجن او البان او منتجاتها، ده بيخص الطب البيطري. الجزء بتاع اللي كل ما ينتجه النبات للخضر والفاكهه والعصير والزراعه، ده المهندس الزراعي.
لازم يقول الاثنين طبعا هم حاليا دلوقتي في الكليه بياخدوا برامج متخصصه جدا جدا ازاي نطلع غذاء امن كماده خام ما فيهاش امراض تنتقل او بقايا مبيدات او بقايا دواء بطاريه او بقايا مبيدات اعشاب او بقايا مبيدات حشريه بتتنقل من من الـ من الـ من الاكل الخام للمصنع او للانسان مباشره. تمام حضرتك؟ ده بيبقى الطبيب البيطري والمهندس الزراعي معد جدا جدا. ده تبع الهيئه. الهيئه هتقوم بالرقابه دي على مستوى الجمهوريه كله؟ ده المفروض تقوم بيه هذا الدور من زي ما قلت لحضرتك من المزرعه لحد الشوكه. طيب. نيجي للنقل من المزرعه للمصنع. او في حاجات تتنقل للمستهلك على طول. المفروض الحاجات دي بتنقل لو قلنا البان لازم تتنقل في عربيات نقل مبرده ومزنكه. وفي اسرع وقت ما تقعدش فتره كبيره عشان ما يحصلش. تعرف حضرتك اللبن الممتاز اللي انت طبقا للمواصفات الدوليه الواحد سنتي بيبقى فيه 100,000 ميكروب. فلكن انت تخيلي فلو انا غيبت عليه وما كانش في الحر بالذات في 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 الشهور اللي هي الحر جامد اللي هو 7 و8 و9 تمام دي هتلاقي اللبن بيبقى انت عارف الميكروب التكاثر بتاعه في ميكروب تكاثر كل 8 دقائق في كل 10 دقائق في 12 دقيقه اعلى فتره تكاثر في الميكروبات تلت ساعه والميكروب التكاثر فيه تضاعف يعني الواحد يبقى 2 الاثنين 4 الاربعة 16 فلكن انت تخيلي طبعا. على اللحمه نفس الكلام يعني لما اخد الحيوان انقله المجزر بقى هتذبح وتعمل منه اللحمه الكويسه اللي تبقى المواصفات الجرام عليه 10 اس 5 يعني 100,000 ميكروب فلكن انت تخيلي الميكروبات ايه بتعمل ايه بقى بتاكل البروتينات اللي هو الحاجه المهمه لبناء جسم قوي بناء قويه وبتطلع لي مواد سامه فيها لان الميكروب ما بيروحش التواليت الميكروب بينزل الافرازات بتاعته او المواد السامه بتاعته او الفضلات بتاعته في قلب الاكل مباشره عشان كده لازم سرعه نقل وبنقول حتى بنقول هنا الممارسات الجيده للنقل صحيح. ودي موجوده ومعروفه لو دخلنا داخل المصنع برضو هنستخدم حاجتين مهمين جدا الممارسات الصحيه الجيده والممارسات الجيده للتصنيع وطبعا دي اشتراطات ومعروفه لكل دول العالم وكل العالم بيشتغل بيها نظم جوده لازم نظم جوده لازم نطبقها ولازم نسعى يعني احنا القرار الجديد بيحاول ينشئ حاجه زي الاف دي اي مثلا اللي موجوده في امريكا انه جهه واحده بتراقب كله وتديك في الاخر الختم بتاع المنتج ده صالح للاكل هتبقى كل السلسله الغذائيه كل حاجه زي ما حضرتك انا ماشي مع حضرتك واحده واحده دخلنا المصنع كده في حاجات طبعا بتاكل طازجه في حاجات بتصنع الحاجات الطازجه هتتنقل على طول للمستهلك على طول والحاجات تصنع تدخل سواء مصانع البان وعليها رقابه المفروض على رقاب مصانع اسماك مصانع البان مصانع لحوم عليها طبعا رقابه وبتبقى دهانة من اول ما بتيجي تدخل المصنع في فحص اسمه فحص مورد من اول ما تدخل المصنع بيتفحص في ناس بتبقى خاصه في تخصص الفود سيفتي وفي ناس الجزء بتاع الكواليتي بيتفحص المنتج الخام يبدا يدخل في التصنيع التصنيع لازم يستخدمه ممارستين ممارسات جيده للتصنيع والممارسات الصحيه الجيده لازم نستخدم دول الجود مانيفاكشن براكتس وعلى فكره النهارده كل دول العالم اللي مش معاه الجود مانيفاكشن براكتس في المصنع بتاعه بيتقفل تمام لازم تكون ده شهاده على فكره لان في اشتراطات لازم يطبقها هي معايير الجوده لازم تكون موجوده ولازم يكون في يعني الحصول عليها وعلى الشهادات دي الحقيقه يعني برضو الجامعه ليها دور كبير جدا واصبح مش دورها بس دور تعليمي لكن بتساهم كمان في خدمه المجتمع جامعه دمنهور زي ما احنا عارفين كان ليها السبق في هذا الموضوع من خلال انشاء معهد نظم رقابه على التغذيه اعرف من حضرتك ايه الدور اللي بتقوموا بيه وهل في خدمات بتقدم للمجتمع المحيط سواء على نطاق المحافظه او على نطاق رائع احنا عندنا معمل سنة التغذيه والتغذيه وده معمل معتمد دولي معتمد من الايجاك المصري التابع لوزاره التجاره والصناعه ومعتمد من حاجه اسمها الايلاك اللي هي الانترناشونال لاب اكريديشن كوميتي لجنه اعتماد المعامل الدوليه وكلمه معمل معتمد دولي يعني ايه يعني معترف بالنتائج بتاعته على مستوى العالم وده اول معمل على مستوى الجمهوريه والشرق الاوسط في الجامعات في كل الجامعات وده الفكر ده لان طبعا انا يمكن هو في تخصصي انا لما سافرت اخد دكتوراه من النمسا اشتغلت في معمل معتمد لما اشتغلت في جامعه الملكيه في لندن في رويال فيرجن كوليدج اشتغلت في معمل معتمد لما اشتغلت في معمل جامعه بريستول في انجلترا اشتغلت في معمل معتمد فحبيت ان يكون عندي انا في مصر هذا الفكر المتميز ان احنا فعلا بنشتغل في معامل نقدر نطلع نتيجه نقدر ناخد عليها قرار ده الفرق ما بين معمل معتمد ومعمل مش معتمد المعمل ده الحقيقه دوره حيوي جدا جدا سواء في خدمه علامات تعليميه او البحثيه والمجتمع خدمه علامات تعليميه انا بدخل طالب بعلمه على اجهزه في معمل معتمد بيعرف ازاي يجري اختبار صحيح طبقا للمواصفات والمعايير الدوليه لان احنا معتمدين طبقا لمواصفات الايزو الدوليه 17025 لسنه 2005 لاعتماد المعامل تمام الطالب هنا بقدر اطلع خريج متميز يقدر يخدم المجتمع يقدر يحلل ويكتشف ويعرف الاكل ده اذا كان صالح للسلوك الادمي ولا غير صالح او مطابق للمواصفات القياسيه المصريه والدوليه او لا
وبالتالي يقدر يقول في دورات للتوعية للمواطن. أيوة. يعني الجامعة في فترة الصيف مثلا أو في الأجازات ممكن أن هي تقدم للمواطن بقى العادي أن هو يلتحق بدورة تدريبية للتعرف برضو على نظم سلامة الغذاء. أنا أحكي لحضرتك يا فندم، لأن الحقيقة المعمل ده عمل صدى كويس جدا جدا، ثم طالب دراسة عليا يقدر يعمل بحث متميز ويقدر ينشر دولي. وعلى فكرة بالمناسبة احنا حصلنا كجامعة دمنهور السنة دي على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في النشر في أعلى مجلة على مستوى العالم اللي هي نيتشر، عشان عندنا معامل معتمدة بسبب هذا المعمل. حصلنا على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في النشر في أعلى 10 مجلات على مستوى العالم. حصلنا على المركز الأول في التعاون الدولي ومعامل التأثير، وده اللي أعلنه مش أنا، اللي أعلنه المركز القومي للبحوث في العيد الستين الأستاذ دكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث، وده أعلنه في وجود الأستاذ دكتور أشرف شيح معالي وزير التعليم العالي والأستاذ دكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية. يعني واضح إن في خطوات، إن جامعة دمنهور رقم واحد في ليه؟ لأن إحنا بنشتغل في معامل معتمدة دولية. فالبحث كمان الحاجة اللي أهم من كده إن إحنا قدرنا نخدم المجتمع. نخدم المجتمع بإيه بقى؟ اللي بيصدر النهارده يعني تصدير الاسماك، احنا عندنا انت عارف محافظه البحيره في مزارع كبيره جدا جدا، مزرعه ادكو ومزرعه رمات برسيج وبحيره ادكو. سريعا يا دكتور لانه وقتنا خلص. فقدرنا بيجي يفحص عندي السمك، بفحص له السمك وادي له شهاده بقول ان السمك ده امن فبيقدر يصدر، وبالتالي بقدر ازود العمله. دي مهمه حاجه. الاحسن من كده كمان ان بدا يجي لنا وافدين يدرسوا عندنا ماجستير ودكتوراه داخل هذا المعمل وداخل قسم الرقابه الصحيه الغذائيه. الاحسن من كده بدا يجي لنا دورات تدريبيه من الدول العربيه تتدرب عندنا. حاجات كتيره كويسه. فده يعني احنا بنحيي طبعا دور الجامعه لما بتكون. عملنا معمل كمان ممتاز جدا في معمل السريع كده، معمل تكنولوجيا المياه، وده يخص برضو صحه الانسان. عملنا معمل تاني ده المعمل معمل سلامه الغذاء والتغذيه في كليه الطب البيطري عشان المنتج الحيواني. عملنا معمل في كليه الزراعه. احنا هنيجي نصور بقى المعامل دي كلها يا دكتور، لان بالتاكيد ليها دور كبير جدا في تنميه المجتمع. احنا للاسف وقتنا خلص يعني من خلال فقرتنا، لكن ان شاء الله دايما يكون في مساهمات من خلال جامعات مصر كلها لخدمه المجتمع المدني. بنشكر حضرتك دكتور عبيد صالح رئيس جامعه دمنهور، نورتنا يا فندم. شكرا سيدي. شكرا ياسر. شكرا على القناه على البرنامج، وشكرا ان حضراتكم بتشتغلوا فعلا طبقا لميثاق الشرف الاعلامي وتادوا خدمه للشعب المصري كله، يمكن الشعوب العربيه كلها. شكرا. ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لحضراتكم وباقي فقرات مصر جميله.